بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم الغاليات، واش راكم؟ يا ربي تكونوا كامل بخير، تكونوا اون بون سونتي اي اون بون فورم ان شاء الله يا ربي. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. نرحب بكم كامل وحده وحده حبيباتي الوفيات، وكامل اللي انضموا معنا من جديد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه وشرفتوها، ولي اول مره تدوز منا نقول لك حبيبتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس هكا باش توصلي بجديد حريه القصبه، جديد من روتينات همسات تدابير وصفات يعني وكل ما يفيدك سيدتي الكريمه. هنايا بدينا هكذا بلا الغاوي والشطاره، هنا تشوفوا قعدوا لي غير هاد لي تابي البنات، يعني شتو كيما دار هكاك عاود دار الحال، ما كملتهمش دونك كملتهم هذا النهار هذا، يعني قلت لكم يومين تاع يومين وثلاث ايام نو 3 جوغ تاع هكذا تاع واش درت كامل فيهم. فوالا البنات قلت لكم بقاو لي غير هاد لي تابي راني كملتهم، يعني كملت كامل فلاشي الحمد لله يا ربي. كل خطره درت حاجه، كل خطره درت حاجه اللي تغسل في لاماشين اللي تغسلته بيديا حتى كملت ولله الحمد. فوالا هذه هي، قولوا لي نتوما البنات اذا يعني كملتوا فراشكم، كملتوا نيتواياج، واش راكو ديروا؟ نتمنى تاني التوفيق والنجاح لاصحاب الباك ان شاء الله يا رب العالمين، يعني كنا معكم بالدعاء والمدى بيا نفرحوا معكم باذن الرحمن. يعني كل وحده تجوز وليدها ولا بنتها البي ام والباك ان شاء الله ربي يفرحكم ونفرح معكم اخواتاتي العزاز. فوالا هنايا فوالا هنا شوفوا رغم انتهم كامل، يعني ما قطعت برك هكا غير للتحفيز كيما عودتكم. فوالا ومن بعدها ملي كنشرتهم هنا والله غير شوفوا هاد لي صوندولي راهو مقدم مقدم مي بصح تاع جوستي ربي يحفظها، دونك عزاز عليا بالبزاف ما زادني شاده فيهم. فوالا وحبيباتي يعني اللي تدخل معايا جديده ماذا بيا تخلي لي ان بوتي كومونتير هكذا باش نقول لك نرحب بك ونكتب لك يعني كيما تكتبي لي اختي العزيزه. فوالا وهاي ليك اللي قلت لكم نحات علينا الهم، هذه هي يعني ما شاء الله واش نقول لكم، الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني واخيرا تهنيت بداك التعمر تاع الماء مع هذوك التباتق. والله يعني والله نتمناه لكل وحده ان شاء الله فيكم، يعني فريمون روعه روعه روعه. ومن بعد نهار واحد اخر هكذايا يعني درت لا شومبر ديالي فرغتها شوفوا كامل، خرجت هذيك المضربه طلعتها لاتيراس تواسيت في الشمس، يعني واسيت الدنيا واش نقول لكم، بررت قلبي تاع ليه شوفوا خرجت كامل لا شومبر، يعني لي طابل دو نوي لا كوافز، يعني شوفوا شاركتكم غير هكذا تنظيف تاع تاع هادوما تاع عيد الاضحى، واش راني ندير باش هكا اللي راهي عزانه اللي راهي عيانه اللي راهي يعني كارها نقول لك بعد هذا الفيديو تنوضي طيري منه وزيدي مليح. يلا هذه هي البنات، لقطات برك هكذايا وعلى بالكم يعني ما رانيش وحدي، بنتي تعاون فيا بيان سور، قلت لها كي طيبي لي غير هذاك الفطير ديجا راهي ديجا بوكو صراحه، كي تعاوني في هذيك الكوزينه الغوله ونقول لها واش عليه انا نحكم بعد رواحي عاونيني. فوالا وهنايا وريت لكم هذوك لي بواني البنات، يا شتو كنت درت لهم هذاك الفابو بالدوغي ومن بعد زعما عاودت لهم بالفيرني ترونسبارون وهكذاك، ويعني راهم حالو، يعني كنت قلت لكم في الفيديو هذاك السابق كنت قلت لكم بلي نقول لكم النتيجه وشوفوا كيما راكو تشوفوا، يعني تكرطوا هكذاك ويعني حولوا يحولوا ما منشرو جديد يعاود يحول. دونك هذه هي واحد من داك يسبخهم وخلاص والله العظيم. ومن بعد عطيت لها تحت تحكه الشابه واش نقول لكم الرغاوي لهاد اللقطات على بالي تحبوهم، سي بور سا نحب يعني نشاركهم معاكم، انا وحده نحب نشوف هاد اللقطات نحب الترغوي نحب الميمان وانتم على بالي راكم كيما انايا بيان سور. ومن بعد هنا جيت نشف هذيك لا شومبر فوالا بهذاك امير البلون، يعجبني بالبزاف فيه واحد الريحه ولا اروع والله غير ريحتها ما شاء الله ما شاء الله. وتانيك هذا هو لو برودوي اللي قلت لكم هدايا جيل ماجيك اللي قلت لكم اول مره نجربو وصراحه عجبني عجبني هايل، شوفوا فيه ريحه شابه
ويرون ما شاء الله. انا شريت هذا البلو تاع سيت اون يعني باش هكا ما بقاش نشري كل حاجه وحدها. بون لا فلانج عندي باش نغسل، دونك هذا شريته باش ندير به النيتواياج، والله صدقوني غير هايل هايل عجبني. سي بور سا راني هدرت لكم عليه، غير قلت لكم اي حاجه تفيدكم راني معاكم. مام هذا البالي هذا راني ندير به هذا تاع الشرشوبه، هذا تانيك هايل هايل. شوفوا البنات جاي خفيف كيما كوم، انا على بالكم عندي لاختخوز دونك يجيني خفيف على كتافي، مالغري ما نقدرش فورسي بزاف يعني نخدم غير قش فاش نقدر، مي كوميم هكداك والله غير عجبني باسكو خفيف كيما قلت لكم، ويعني يعاون بالبزاف. جاي لا موش تاعو طويله، الا كنتو مهتمين نقول لكم يعني واش من لا مارك، ولا نزيد نوريه لكم لا بروشين فيديو ان شاء الله. فوالا هذه هي. ومن بعد جبت هكا هذاك الماء بالفروتوار يعني كوم هذا لا فايونس من تحتها. بون شوفوا كيما كان قال لي البانتخ البنات، ردوا بالكم يعني ديروا لا جافيل يعني كي تكونوا تغسلوا يعني غير حاجه هكا ليكيد، ولا هذاك تاع لا فيسيل، ولا يعني صابون برك ما ديروش لا جافيل، هو اللي ياكل الحيوط. وهنايا كوم فايونس برك اللي راني نشلل فيهم، سينو الحيوط ما تكثرولهمش بزاف الميمان. فوالا. وهنايا البنات صدقوني هذا المكون اللي عندكم كامل في الدار، خر الكحول ولا فينيغ د الكول، روعه روعه. شوفوا ما درت ني بيكربونات ني والو، هو وحده برك. وشوفوا حاشاكم يعني، شوفوا مالغري نقو نمسحو يعني تولي جوغ، مي بصح هكداك ويتراكم في هاد لي كوان هادوما، ولا هاد الفواصل تاع لا دال دو سول ولا الكارلاج ديالنا. فوالا صدقوني يعني جربوها وادعوا لي والله. غير شوفوا حطوا طابوغي ويعني دوروا كامل على الشومبر ديالكم هكا باش ما تعياوش، ما تتقلقوش خدموا غير بالعقل كما دائما نقول لكم. خرجت الدنيا تولول، ودوك تشوفوا معايا. ومن بعد ثاني عطيت مسحه لهذوك لي كادغ البنات، هذا الكادغ بزاف عزيز عليا، على بالي يعني ماهوش نوفو موديل وكامل، مي بصح والله العظيم تلمو يعني مولاتو ربي طولنا في عمرها، عزيزة عليا ونحسها كي اللي اماني الله يرحمها. دونك على هذيك ما نقدرش نفرط فيه ما نكذبش عليكم، الله يخليها لنا بركه ان شاء الله يا ربي. خالتي مالكه. ومن بعد استمسحت هادو تاني ورجعت كل حاجه لبلاصتها، ومسحت هذاك الكولوار كامل. يعني قلت لكم كل نهار درت حاجه، يعني دوكا مازال لي غير لا سال دو بان، ومازال لي يعني ما شاركتكمش كلش كلش، مازال لي لا سال دو بان، ومازال لي الكوزينه اللي عشتوكم ما كنت خملتها يعني، مازال لي نرونها غير حيوط. يعني انا الكوزينه ماهيش مسخه فريمون باسكو دائما واقفه عليها، دائما على بالكم يعني الكوزينه تاعي راهي بروفيزوار، دونك ما نغفلش كامل عليها. مرات نجبد مر الفريجيدير، مرات مر الكوزينيير، دونك ما نغفلش كامل على دينتي باش ما يغلبنيش الشغل كيما نقول لكم دائما. فوالا هنايا يعني بعد عطيت لها كيما قلت لكم تسييقه شابه للكولوار. شوفوا كيفاش خرج يشعل الشعل هذاك لو كوان اللي راهم ليها، هذاك ماشي وسخ البنات اللي في الباب هذاك، هذاك يا اخي لي بورت تاعي كانوا من الاول مارون، سي بور سا تما شغل ما خرجتش مليح، حسبي غير البلون يعني قعدت هذيك شويه مارون ديك البلاصه. فوالا شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوه الا بالله، خرجت الحاله تولو ولو. واش نقول لكم هذاك النهار والله العظيم نسيت هذاك العيا، يعني كي نشوف دنيتي هكا بخوف يطلع لي المغال. واش نقول لكم اللهم بارك. فوالا شوفوا ما كاش كامل هذيك الكحوليه، دوك هكذايا نزيد ندير في لا سال دو بان، زاد درت في لي شومبر تاع بنتي تاع في الصالون، يعني درت كامل كامل الدنيا بهذاك الخل برك. راني نقول لكم خل الكحول ماشي بهار لتتبيل، خل الكحول فينيغر د الكول. فوالا. وهنا كنت درت هاد الخلطه، شوفوا هاد الخلطه ما شاركتهاش معكم، يعني شوفوا درت معكم واحد الخلطه مي هادي شويه ديفيرونت، يعني تجي تاع الناس زمان هادي ما يقلوها ما والو، يديروا تبقى بتبقى الى راكو حابين ان شاء الله. كي نعاودها باذن الله راح نعاودها معكم، يعني نصورها معكم بليتو. وهنا مع العشيه بنتي وفادتنا هاد صبيعه العروسه، شربنا هذيك القهيوه تاع العشيه اللهم لك الحمد. جاو ما شاء الله هادوما اللي حبوا برك نار قليله، يعني كنت درتهم معكم راهم في القناه، كتبوا برك صبيعات العروسه حوريه القصبه يخرجوا لكم. شوفوا حتى القليه نقلتهم شبان، وكي تفلحوا هكاك عرفوا باللي جاو شبان، جاو يعني ناجحين، ما تقووش برك للنار باش يطيبوا لكم حتى للداخل. فوالا. والسؤال تاع المره اللي فاتت اللي قلت لكم هذاك اللي راهو مور هذيك الام يسموه الضربوز، يعني كاين اللي قالوا له الشبايك، كاين اللي قالوا له الباوداج،
انا اقول لكم الكلمه اللي كتحوس عليها حوريه هي الضربوز. فوالا. وشوفوا يا البنات هذيك العمامه وين راهي دايره، يعني العش ديالها على بالكم الحمام راهو مهبلنا فريمون فريمون، حاشاكم شحال يخمج يا البنات، والله ما نحبش نمدلو الماكله غير على جال هذاك الخمج، حاشاكم. هاد الحيط ماشي تاعنا البنات، وشوفوا يعني وكيلو ربي صراحه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. هذا اللي لصق فينا، شوفوا كيفاش لصق بزاف، ديجا نورمالمون ممنوع. ومن بعد تيكشفوا كان هاد شتي وين كاين البريك الاحمر هذا كامل، كان ما كانش كانوا يطلعوا علينا، يعني كانت تقامل تما، يعني كي هضر معاهم الزوج ديالي دار هذاك الاخر وخلاه لنا كلشي احمر احمر في وجهنا. واش نقول لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وخلاص هذا هو الاداء الجار، ربي يعني وكيلهم. وهنايا مع العشيه البنات هاوليك انا لي ستوغ تاعي ولا الريدو تاعي كيفاش ندير، ندير شويه تاع الكريستو، يعني كنت يعني شاركت معكم هكذا في فيديوهات الاولى كامل، ما حبيت نعاود معكم باسكو يلاهم معنا جدد. هنايا شوفوا كي يكون عندي لي طاش نحكهم صابون حجره عادي، فوالا دوك تشوفوا تتنحى لا طاش يعني فاسيلمون. ومن بعد نشمخهم شويه في هذاك الكريستو، ومن بعد نعصرو ونديرو يدور شويه في لا ماشين هذا مكان، ومن بعد تيك نعلقو ديريكتومون في الطاقه، فوالا يعني يخرجوا لكم لي غيدو تاعكم ما شاء الله، وما تتعبوا معاهم ما والو. هذه هي. والماء شوفوا هنايا ماشي ديروا الماء يغلي، لا لا الماء دافي برك، ماشي تروحوا ديروه يغلي تكرفص لكم كامل لي ستوغ تاعكم وتقولوا حوريه قالت، يعني نقول لكم ماء دافي، راكم يعني تشوفوني ندخل في يدي نورمال، يعني ماشي حتى يولي يغلي، ومن بعد لي ستوغ تاعكم كامل يتكرفص لكم ويفسد لكم بيان سور. هذه هي. وهنايا في الليل يعني كان هنا يوم عيد زواجي، ربي يخلي لي الزوج الكريم، ربي يحفظه لي يخليه تاج فوق راسنا ان شاء الله يا ربي العالمين. كان عرضني للعشاء، هنا شوفوا كيفاش الدنيا حيه عندنا ما شاء الله، الحوانت كانوا كامل محلوني الله يبارك، يعني روعه روعه، ما عندناش كامل السماطانا وين نسكن، يعني روعه. ما معك مع العشيه تخرجوا يعني هكا في الليل، ما يغلقوش بكري حتى لتسعة ونص ولا باش يغلقوا، فوالا يعني ماشي بعيد علينا وين رحنا تعشينا، غير راسي وراسو ربي يحفظو كتر خيرو، يعني والله غير كنت شبعانة مي بصح كان عيد زواجنا اللهم بارك، يعني عرضني قلت له ما ناكلش حاجة، يعني طاكوس وهذوك العفايس بزاف تقال ما نقدر لهمش، دونك كلينا غير حاجة خفيفة، هذاك الدجاج مشوي شهيتكم ان شاء الله في الجنة، والله بزاف بنين خيم الغوتي ولا هذاك المحمر المشوي عنده يعني ذوق خاص. فوالا اتعشينا وربي يحفظنا ويحفظ لكم ازواجكم، وربي يعطيكم كامل واش راهو في خاطركم، لي يعني ما راهيش مزوجه نقول لك ربي يرزقك الزوج الصالح، لي ما عندهاش الدريه نقول لك ولا مشتاقه للدريه نقول لك ربي يعمر حجرك حبيبتي، لي خصتها السكنه ربي يرزقك البيت الواسع يا رب العالمين، وكامل كامل كل واحد في قلبه حاجه ربي نويها له باذن الرحمن. ودوكا نروحوا للسؤال تاع نهار اليوم، والسؤال يقول هذا اللي راهو في الصوره واسمو هذاك اللي راكم تشوفوه بالاحمر هذاك واسمو، يلا دوك على بالي داك الناس العاصمه يموتوا بالضحك ويتفكروه اكيد ربي يحفظكم ان شاء الله. فوالا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، لنسات اللايك نقول لك حطي لايك، سلام وفي امان الله وحفظه.